بديتي تبدا التجاره الالكترونيه وما عندك حتى شي حاجه، ما تبداش التجاره الالكترونيه، بدا دير كروسه، سير حدا الجامع، بيع شي حاجه، بيع اي حاجه باش تبدا، حيت غتجمع مثلا واحد 50 درهم، 50 درهم غتجمع 100 درهم، 100 درهم غتجمع 1000 درهم، 1000 درهم غتجمع 10000 درهم، وغتبقى غادي بحال هكا. انا فاش ديك الوقيته فاش بديت بطبيعه الحال ما كان عندي حتى شي ريال، كنت تحت الصفر، وراك عارف انت المنطقه اللي كنا فيها، الموديم هو الاخر وما عنديش. والبيستي باش كنت خدام كان غير ديال واحد السيد هو اللي عطيه ليا وحطه في الدار، وكان خدام وكان تقاتل. الهدف ديالك الاول ما يكونش خاصك تربح، خاصك تعلم، حيت الا جيتي بديك العقليه ديال خاصك تربح غالبا غتوقف وغترجع للور، ما عمرك غدير شي حاجه. خاصك في الاول تقول انا خاصني نتعلم، ماشي مشكله، حيت دابا مثلا شي واحد باش يمشي للجامعه شحال خصو ديال الوقت، ماشي الجامعه، التعليم مثلا بصفه عامه شحال خصك ديال الوقت باش تتعلم، باش تولي مثلا عندك لا ليسونس ولا الماستر، 8 سنين ولا 9 سنين. علاش انا ما نقدرش مثلا نضحي بواحد العام ولا عام ونص في حياتي نتعلم في هذا الشيء هذا، حيت هذا هو المستقبل، المستقبل هو التجاره الالكترونيه، هو الذكاء الاصطناعي، هو البرمجيات، هو اي حاجه كتعلق بالانترنت او هذا الشيء اللي كاين، يعني شي حاجه اخرى راه ما كاينش.